معظم القوى أنا قبل كده تحدثتها أنه تحاول أن تدخل وتتسلل للقوات المسلحة. نحن حنقف لهم بالمرصاد، ما حنقل زول يتسلل إلى المؤسسة العسكرية. المؤسسة العسكرية دارينا مؤسسة وطنية، وحنعمل على إصلاحها، وحنعمل على هيكلتها، وحنعمل على إعادة كل مفاهيم اللي بنيت بها. نحن القوات المسلحة دي هي عمود العمود الفقري لاستقرار السودان، وهي العمود الفقري لوحدة السودان. كلنا موجودين فيها من الشرق من الغرب من الجنوب، ما عندنا انتماءات حزبية، كلنا ما عندنا أي مصلحة، لا عندنا حزب بندافع عنه ولا عندنا حزب بنمكن فيه ولا عندنا جهة قاعد نقول والله دين ناسنا افتحوا لين، والله دين ناسنا ما تحاسبون، والله دين ناسنا خلون.